هاي سي هاي هاي احنا من عالم الموازي. اي اجت كبر رايحين مكان اسمه فستان دقيقة انا مش عارفة فين رايحين. نجيب مايكروفون لينا رايحين كفاريش. سمعنا انه فيلم كيروجن. ايوه سمعنا عنه كتير وشفنا عنه فيلم كذا كيروجن فقلت لنا القافه ليش نشوفه. وبس حاليا احنا في وسط البلد. الجو حلو بس حار سبحان الله. كتمه في ناس كتير فكتمه بس هو حلو. يا احنا ندخلكم صمي بعد شوية حاليا قد ادخل المايك المهم ده حاليا زي البزران لما تخليهم لحالهم ده اللي يصير. اقوم مرة حلوينة داخلين كافيه ريش وكان بس مره زحمه. قررنا نغير المكان ونروح مو نغير بس انه نشوف كذا نتمشى في المونتشيو. دخلنا محل ملابس بس ما في شيء حلو. فجأة فتح أغاني خليجية خليجي شيلات بالأصح. So sad يعني غريب. بجيب لي حنين دي وده so cute عشان من زمان كانت تحب اغنية على الارنب لامه. خلاص خلاص بطلع لها اغراض. حنان شو التيشيرت ده لكي رح طلع نار. It is so nice. All you need is ice cream. يمي يمي يمي. حنان عجبتها هذه الجزمة أكثر. حيوانة تشبهها أحس. ولا لا مرة حلو صراحة. شو الجواب اللي في شيء نايكا. بالله يا جماعة في حاجات غريبة قاعدة تصير مرة كتير بس أتمنى لو أني قادرة أصور لكم. هي ما في فايدة. حنان دخلت تجرب ملابس وانا منتظرتها. عجبني شيء احسه مو ستايلي ما يعبر عني صراحة. بيكون في واحد بياع قاعد ينكت هنا. خلاص فهمنا تعبت وانا اسلك. هذا وجهي بعد ما طلعت من المحل. شنو انا الله يسعدكم.
مره فل. الحين بروح ناكل، بنروح بيتزا. سو ياز يا جماعة، شفنا قبل شوية بس صغيرة دعسة سيارة متخلف، يعني أنا مش فاهمة اللي يسوق سيارات أنتم ما تشوفوش ولا كيف، يعني دعسة كان رقبته، أنا مش قادرة حتى أسمع. المهم أنه رقبته انفصلت عن جسمه كده شوية، فكانت قصة تنازع تشتي تقوم مش قادرة تقوم، فقصة تنازع لما طلعت روحها. يا جماعة اللي يسوقوا بالله تقول لا شوية في الحيوانات الصغيرة دي اللي تكون ماشية في الطريق، حرام دي روح وحتسأل عنها يوم القيامة، فحرام. المنظر كان مرة صعب وحرام انه حتى الحيوانات حوالي متجمعين جالسين يشوفون انه مالة وكذا اللي هو مش فاهمين. حرام، الحيوانات دول نعمة على البشر، نعمة على البشرية، احنا ما نستاهلش اصلا يعني. فحاولوا قدر امكانكم يرحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من جد يعني الدنيا اللي احنا عايشين فيها دي دول امانة من ديننا انه برضو نرحم الحيوان. يس. يعني دي مش حاجة زيادة أو ثانوية، لا ده ضمن ديننا، يعتبر من الأولويات. يس. المهم كنا رايحين ناكل بس انسدت نفسنا، بس قاعدين نحاول نمشي أكثر عشان ناكل كذا. يس. شي كوفي تايم، شكرا ناس. خلصنا أكل ودحين رايحين للمعادي عشان الوقت اتأخر. هذه نفس كلامي، لا وضحت زيادة. المهم فكنا على سبرا كافيه بس لأن الوقت اتأخر، ففي كافيه تحت البيت we can chill in it and شوفوا ورانا. اوه احنا في وسط البلد. قلنا بيتزا كانت مدهينة بشكل بالذات. قلت لها نفسي قصة تضحك مع نفسك. لا انت الحالة النفسية، انت السبب الحالة النفسية. اني مني خذ بقى فتجي خذ بقى كمان زيدي تنخدوني كلمينيش كلميني. شوف يس وراح نروح المخبز نشتري كم شيء وراح نرجع البيت. كان ذا نايس. زومات خلاص كفايتكم. هل نستفرج على بشكل غريب يا جماعة؟ حنا تحس بنفسه محور الكون. استني وريني أنا محور الكون.
تشرفنا. هاي محور الكون. اخبارك؟ الحمد لله انا تمام. كل شيء تمام. ايش احساسك اليوم؟ كل طالع فيكي؟ بس يا مريضة بارزلو 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 ولا لا بارزلو؟ شوف السما سبحان الله. حاولت مالح. المهم انا قزمتي فجأة صارت مش مريحة. واسمه مبروك. والله العظيم مش مريحة. مش موجود. هذا wanted everyone to focus cafe. المهم إنه حلو. بس ريحة السجائر. أكره ريحة السجائر. حصل معنا موقف ما فيش أجمل منه. المهم كنت كافي واحدة تتفرج علينا وكذا. فاحنا اللي هو انا مش فاهماها. فالمهم اني مشيت عادي. المهم حنين ابتسمت لك. المهم بعدين انا دخلت وخرجت المخبز فهي جالسه تتفرج عليها. فبعدين ابتسمت لك قالت لي ممكن اقول لك حاجه. فبس رحت و يعني كلمتني فقالت لي انتوا اكتر اتنين محجبات امارات شفتهم ولبس ستايل لبسكم حلو شكلكم حلو قوي وامارات. حسيت انه هو في كده مره كيوت شي مين واي داي والله. بس انا مره احب البنات لما يلبسوا كده يعلقوا. كان مره حاجه حلوه بسطتني وحسيت ممكن احضرك. بس لا طبعا كده اوكورد يعني ومره كريبي شويه. فبس قاعده مصدقه لا انه شو سو كيوت. في ناس انه واو الحمد لله انه لسه في ناس كده طيبه يعني سو كيوت. بس تشيل واو تشيل. Where are we from and where do we go? All the words in the scriptures with the pretty pictures and we still don't know. But where were you before you were born? Hope you enjoy it. Thanks for watching. And say bye. I'm all alone in the Garden of Eden.